هاي يا جماعة، أنا شيماء، أهلا بيكم على قناتي وفلوج جديد النهاردة ومغامرة جديدة. هنروح فين؟ هنروح نغطس مع المندب. حظي اليوم ده كان الموج عالي جدا وقوة البحر عالية جدا. مين اللي هيغطس بيا؟ حذروا حذروا. مين؟ ها، عرفتوا مين اللي هيغطس بيا؟ اللي يعرف يكتب في الكومنتات تحت. ادي جوزي دايف انستراكتور، وهو اللي علمني ازاي اغطس، فانا اوبن ووتر دايفر ويز ديب سبيشاليتي. ادي بيقول لكم هنا هاي. هتلاقوني مبوزه شويه كده يا جماعه تحت الميه، ليه؟ ده السر اللي انا كاتبه لكم عليه، ان دايما قبل الغطس انا وادي بنتخانق، لازم ندب خناقه، وانا لازم اضرب البوز كاي ست مصريه اصيله في الاول. ادي من محبين الغطس، وخاصه في المانتا، مع المانتا، بيحب جدا سمكه المانتا، بيحس كده بشعور جميل لما بيشوف سمكه المانتا اكتر ما بيشوفني، بيبقى مبسوط جدا برؤيتها. وعادي يكون بيصورني اول ما يشوف مانتا، الكاميرا تتحود على المانتا. انا مش مهم جدا يعني في حياته يا جماعه، اهم حاجه سمكه المانتا. هنا احنا محظوظين جدا لان احنا شفنا واحده من اندر انواع المانتا. المانتا بتبقى ملونه ابيض في اسود، بس المانتا دي كانت كلها سودا، فبيسموها الميلانستيك مانتا، المانتا السودا. طبعا انا كنت عايشه في دهب مع ادي، وادي دايف انستراكتور، فهو اللي اداني الكورس كله. كنت واخده برايفت كورس مع ادي، فوصلت الكورس الاوبن ووتر دايفر وذ ديب سبيشاليتي، بقدر اغوص لعمق فوق ال 40 متر. بس ادي بيقول لي ان انا من اشطر طلابه، وتعلمت بسرعه جدا 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 جدا. تعتقد ان هو بيجاملني ولا انا فعلا شطوره وتعلمت بسرعه؟ الصراحة ان هو كل ما بيغطس مع تلاميذ جديد بيفتكر التاسكات اللي كان بيديها لي. انا كنت عملتها من اول مرة، معظم يعني الستودنت بتاعته بتتعب، بتبنك، بيخافوا تحت المية، فانا كنت من اشطر التلاميذ، مع ان انا علاقتي بالمية مش قد كده، يعني مش واو، يعني انا والبحر مش اصحاب قوي. انا بحب شويه الشلالات والغابات والميه العذبه، مش بحب ميه البحر. بس طبعا الكورال ريفز والحياه تحت الميه ليها طبعا جمال، فمش معنى كده ان انا مش اغطس، يعني انا بغطس طبعا. وفي كنت منزله فيديوهات ايام كنت لسه ما بعرفش اغطس وادي بيعلمني الغطس، هحط لكم اللينك. طبعا ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وحبوني وادوني لايكات، وتفرجوا على صوري انا وادي، واكتبوا لي كومنتات لو عايزين تسالوا. لو اي حد فيكم عنده خبره عن الغطس قبل كده، غطس في اي مكان في العالم، يكتب لي وايه خبرته وايه المواقف الفاني اللي كانت بتحصل معاكم وقت الغطس. انا بالنسبه لي مواقف تضحك، انا مش عارفه يعني، كان من اكتر الحاجات اللي بتضحك ان واحد من الدايف انستراكتور كان معاه تلميذ في حاجه اسمها ناركوزس، اللي هو السكر تحت الميه. فلما بدا جاله سكر تحت الميه، شال الريجوليتور اللي انا اللي بنبقى حاطينه في بقنا عشان نتنفس، وبدا يجري ورا السمك، وكان بيحاول يدي اكسجين للسمك. فده كان من اكتر المواقف اللي انا شفتها وبتضحك. حصلت معايا موقف بيضحك؟ انا لا، ما اعتقدش، لا ما حصلش اي حاجه. انا ملتزمه جدا تحت الميه، غير ان انا بحب المس السمك، وده ممنوع جدا جدا. فادي يعني بيزعق لي على الموضوع ده لو لمست اي حاجه في الميه، يعني هو شويه وهزعق لي ان انا بخطئ يعني بلمس الميه. انا طبعا لسه يعني مش اساليبي في الغوص مش احسن حاجه، بس لسه بتعلم. هنا ادي بيصورني اخيرا مع المانتا، انا والمانتا في كادر واحد، دي حاجه عظيمه جدا يا جماعه، ان ادي يعني جابني مع جلاله المانتا. شايفين سحرها وجمالها يا جماعه؟ دي جميله جدا جدا جدا، هي من فوق سودا ومن تحت بيضه. طبعا ادي مش هيخلصنا يعني، من لازم نتصور كده كتير. وانتوا قاعدين بتتفرجوا على المانتا، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، اشتركوا بالقناه، وفعلوا جرس الاشعارات عشان اي جديد انزله يوصل لكم النوتيفيكيشن.
فين شيماء يا أدي؟ شيماء فين؟ شيماء فين؟ شيماء فين؟ ما علينا، هنا بيصور الغطاسين اللي حوالينا. انا اهو اخيرا، شكرا يا ادي بجد. طبعا يا جماعه انا مشكلتي، انا عندي مشكله كبيره في ودني، دايما لازم بقعد اعادل كتير جدا لان تحت المايه بحس بالم في وداني بسبب الضغط، وكمان عشان انا عندي جيوب انفيه، فدي برضو احد المشاكل. ايه رايكم في المانتا؟ المانتا دي كندله غريب شويه، كان يعني كذا مره اشوف مانتا يعني حصل لها حادثه، فيها قطع، فيها تعويره، فيها ديل مقطوع، فيها جرح بسبب المراوح او اللي هي بتاعه المراكب. هنا انا والغطاسين كنا يعني بنتفرج على المانتا. هنا بقى وانا ماشيه يا جماعه لقيت حاجه، جبت ادي من قفاه، حرفيا حرفيا انا جبت ادي من قفاه، قعدت اقول طبعا انا تحت المايه مش عارفه اتكلم، يعني في الريجوليتر في بقي. فاكتشفنا حاجه من احد الحاجات اللي انا بحبها جدا 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 جدا، انتوا شايفين يعني واخدين بالكم ايه الحاجه؟ صعب جدا ان انتوا يعني تشوفوه مع الالوان دي كلها، لانه هو بيندمج مع البيئه المحيطه. ها عرفتوا ايه ده؟ اكتبوا لي في الكومنتات تحت، هوزع بونبون على اللي بيجاوب صح. عرفتوا ايه ده؟ شفتوه؟ طيب هو بيتحرك؟ طبعا صعب جدا ان انتوا تشوفوه وانتوا بتتحركوا في الميه. ده اخطبوط يا جماعه، من احلى الكائنات ومن اذكى الكائنات المائيه بجد، يعني اقروا عنه. كنت اتفرجت على فيلم اسمه اوكتوباس ذا تيتشر، بجد الفيلم ده يا جماعه انا يعني عيطت وحبيت الاكتوبس الاخطبوط من بعد الفيلم ده اكتر، واحترمت قد ايه ان هو ذكي بالشكل ده. طبعا هو عنده القدره رهيبه ان هو يختفي في ثانيه يا جماعه، فطبعا احنا كنا ماشيين وراه يعني خطوه بخطوه عشان نصوره شويه، عشان انا طبعا بحب الاكتوبس جدا، فادي كان عايز يراضيني فقعد يصوره، وقلت له طلعني في الكادر، فما عرفش يطلعني انا والاخطبوط في نفس الكادر، يعني كان صعب شوية عشان هو كان قريب جدا من الريبس. وانا فضلت كده اتفرج عليه وهو بيتحرك، حركته بتعجبني جدا يا جماعة، يعني شكله لذيذ جدا وهو ماشي كده. حد جربه وهو مشوي؟ طبعا انا استحالة، ما اقدرش جد خالص اقول لأدي انا عايزة اكل اخطبوط مشوي، عشان بيحب الاسماك المائية يعني فبيحترمها، يعني مش هو بياكل الاسماك اوريدي بس مش اي سمك، يعني اكتوبس ما ياكلوش، بس ممكن ياكل كابوريا، جمبري، الحاجات اللي هو بيسميها كائنات غبيه فبياكلها. فانا بقول له لا، الاكتوبس ذكي فانا عايزه اكل حاجه ذكيه يعني. المهم المانتا شكلها جميل جدا، دي سمكه كده دايما بتبقى ماشيه معاها، اسمها الريمورا، بتبقى ماسكه فيها وتاكل البرازايت اللي هي بتبقى على جسمها من بره. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت زي ما قلت ان انا كنت عايشه في دهب، ودهب من اجمل واحلى الاماكن للغطس، ولغايه دلوقتي انا شايفاها من احلى الاماكن للغطس، اكتر حتى من بالي. بس للاسف احنا في دهب ما عندناش اللي هي الحيوانات المائيه الكبيره دي زي الشاركس، في شاركس من كل فتره وفتره، بس طبعا المانتا، الاكتوبس مش موجود بفتره بكثره زي ما موجود في بالي، التورتلز موجوده كتيره جدا في بالي هنا، لكن في دهب لا. هنا خلصنا اول غطسه وروحنا انطلقنا على المنطقه الجديده، وزي ما قلت لكم زي اي ست مصريه ببقى ضربه البوز فلا تبالوا. هنروح مكان جديد يعني عشان نغطس فيه الغطسه الثانيه. انا بالعاده يا جماعه بعمل صيام متقطع، باكل من بعد الساعه 12، فعلى الساعه 12 كده بجوع. معرفش بقى يوميها حصل ايه، جيت على الساعة 10 يعني انا ما كنتش قادرة، انا كنت حتى في الغطسة الاولى كانت بطني بتوجعني من كتر الجوع، فقلت الادي والنعمة ما هنزل المية غير اما اكل. فدي وجبة كده بيسلموها على البوت، اكل اندونيسي اسمه ناسي جورنج او ناسي كامبور، ده عبارة عن كون كده بيبقى فيه رز ونودلز وفيه اللي هي التمبا والتوفو وخضار مقلي، واكل مش صحي قوي بس بيديك طاقه لان في نسبه كربوهيدرات عاليه جدا. طبعا انا ما اكتفيتش بكده، انا كنت جايبه من البيت معايا شيا بودنج انا عاملاه في البيت، محضراه في جار كده، بصراحه كان طعمه لذيذ جدا جدا يا جماعه، فانصحكم ان انتوا تعملوا الشيا بودنج، بتجيبوا بذور الشيا وتحطوا عليها شويه لبن وتاني يوم الصبح تاكلوها، بتبقى طعمها حلو جدا. لو عندكم شويه فروتس بتحطوها توبنج كده بتبقى جميله جدا، وطبعا بلاك كوفي وتمام.
المهم برضو انا ما قمتش وما اتحركتش، قعدت اكل وانبسط بالاكل اللي هو ايه، انا قاعده هنا بواسطه اللي هو جوزي غطاس يا جماعه. المهم يعني شويه قعدت ابص حواليا كده وانا باكل، برضو قعدت اكل ولا همني لغايه ما خلصت الجار، كان في ناتس بقى وبافس كده. المهم لقيت البت اللي ورايا عماله تلبس، فاتكسفت من نفسي قمت قايمه وادي برضو شخط فيها شخطه كده اللي هو انجزي كل الناس هتنزل وانتي اللي قاعده لي على البوت بتاكلي. مشرفه مشرفه. بصوا المهم نزلنا الغطسه الثانيه، ادي عنده شركه اسمها مايند دايفر، ادي جوزي هو دكتور نفساني ودايف انستراكتور، فعشان يجمع ما بين شغله والباشون بتاعه. في ناس كتير لما بيختصوا بيحصل لهم تروما، فهو بيعالج الموضوع ده، فهو شركته او عنده ويب سايت اسمه مايند دايفرز. فكنت قلت بقى ايه، انا زوجه مصريه اصيله لازم اشجع زوجي، فلبست البندانة واتصورت بيها تحت الميه كده وعملت له شويه شو يعني، قال يعني المهم هنا بقى لما نزلت طبعا بطني كانت مليانه اكل، مليانه، ندمت جدا ان انا اكلت خالص يا جماعه، مع الضغط وبطنكم مليانه بتحسوا بوجع في بطنكم كده شويه، وتحسوا ان انتوا للاسف يعني عايزين ترجعوا. فندمت يعني، الحمد لله ما رجعتش يعني، بس هو كان معاه حق، انا ما كانش مفروض املى بطني بالاكل. وخلصنا الغطسه الثانيه وطلعنا على البوت.